السعودية الرياضية وشم جميل في جسد الطائرة التونسية، النحت في عمق التاريخ ذاكرة وتاريخ منذ الثلاثينات. ألقاب تهدي المدينة الجميلة أفراح منقوشة في قلب كل ابن من أبنائها. موسم 2012-2013 رزنامة الكرة الطائرة بدون قلعة سيدي بوسعيد. أين السعودية الرياضية بكل بساطة؟ حاجة مش معقولة تصير بسيدي بوسعيد، حاجة كي النادي تحل السعودية مش معقولة، حاجة مونيمو كبير تتنحى، حاجة تاريخ مش معقولة اللي قاعد يصير في الجمعية هذه. مش نوصلوا معناتها حلين جمعية كما السعودية الرياضية اللي خرجت لاعبين في كرة الطائرة، في رفع الأثقال، في الجمباز، في الهندبول، عندها تاريخ قرب 8 سنة السعودية تكزيست. نجيو على قرار معناتها نتاع انكوتات كيما نحل الجمعية ونعمل خاطر ولا احنا كأولاد سيدي بوسعيد، انا واحد من الناس ما نعرفش عليه. ما نفرطوش في المكسب العظيم اللي هو ذاكرة السعودية الرياضية. بالله باش نحكي لك نادرة، في وقت من الأوقات خاطر السعودية بدأت بالجمباز على الأثقال وبالملاكمة. الرياضيين بتاع الجمباز في وقت قبل الاستقلال بمدة يلعبوا جمباز ويلبسوا شاشية، يفرضوا النادرة معناها موجودة في السعودية الرياضية مش موجودة في حتى بقى. هذا كله باش نضيعوه على خاطر حكايات تافهة. فريق متكون من الثلاثينات يجي من بعد ثورة، من بعد الحرب الديمقراطية، ومن بعد الكرامة، يجي فريق السعودية الرياضية يتحل وما فهمناش الأسباب علاش باش يتحل. ظروف صعبة ياسر تمر بها السعودية الرياضية، فريق بدون منحة البلدية، بدون دعم من أي كان في بسيسيسيون، فماش سيبونسيون، فماش ما فما حد شيء، ما عندنا الحق في حد شيء. فريق عنده رئيس جمعية يحاول يعاون الفريق ويقف معاه، وعنده شوية لاعبين شافوا بالماضي الكبير متاع السعودية الرياضية وقاعدين يكركروا، عندهم توا بريسك عام ونص من 2010 وصلت الزنقة، وقفت الزنقة الهرب كما قلوها، وما عادش نجم نقدم أكثر منك. من الثورة ورئيس الجمعية السابق توقف وقعدت الجمعية مسيبة، لكن بون بيجي رفرافي كان نائب رئيس، وقفنا معه الكل في إطار القانون باش واصل المشوار حتى الجلسة عامة. أما وقع الاحتجاجات وصلوا حتى للقضاء، وقضاء بيجي رفرافي، وبيجي رفرافي مدوا المحكمة وقعد يواصل. فضيحة كبيرة، كان جمعية عمرها 70 سنة تتحل، علاش؟ على خاطر رئيس بلدية، ولا خاطر فلان ما يتهمش مع فلان، ولا متعارك مع فلان، مش معقول. مشكل شخصك أنت، مشكلتهم معك أنت باجي. والله طول اللي ظهر أنه مشكلة عندهم في شخصيا، ما نعرفش علاش، ما نعرفوش السيد هذا، نعرفه يعني في السياسة، ما نعرفوش ليه بالرياضة. بالنسبة كان عنده مشكل معين هنا، أنا مشيت، أنت عملت جلسة عامة الأولانية، وعملت جلسة عامة ثانية، ما تقشرش ترشحات، ما ترشحت أحد، الجمعية باش تحل. انا كان جي عندي مشكل، ما هو شخصي ممكن نقول انا هاني مشيت. انا اللوم على سي رؤوف دخلاوي رئيس البلديه اللي هو ولد سيدي بوسعيد، ولد المرحوم سي عمر دخلاوي الله يرحمه، اللي من الناس اللي اسسوا مؤسسين السعوديه، ومن الناس اللي خدموا برشا في المجال الثقافي والمجال الاجتماعي. كيفاش ما اجتهدش باش يسمع مشيرتي؟ أن يهدر ماضي وحاضر ومستقبل، أن تمسح الذاكرة الرياضية والثقافية، ذلك الظلم بعينه. كانت الأسباب أنقذ السعودية الرياضية من الزوال والإضمحلال. كلمة الختام نداء للأهل سيدي بوسعيد، نعاود نقولها للي يحبوا السعودية بالحق، أولاد السعودية كما منعم الزياني، وكما سفيان المشري، وكما سامي بن صابر، وكما برشا برشا برشا، وكما ولاد حفصه منعش انا من كلنا، خاطر ننسى كلهم. راهي جمعيتكم هي طلعتوا فيها وتربيتوا فيها، ما تجيش تحلوها على مشاكل تافهه ومشاكل شخصيه. رفيق زخامه قال انقذوا السعوديه، رينا الافراح، رينا بالعواده ان شاء الله لما لا ترجع الافراح في ضاحيه شماليه للعاصمه والسيدي بوسعيد تحديدا لهذا الفريق العريق. نستقبلوا قيس الشيبي، سعداء باستقبالك، مرحبا بك. المدير الفني لرالي تونس للدراجات الناريه الموتوكروس، مرحبا بك.
مرحبا بك انت يا عايش. حاضر معنا اليوم للحديث عن النسخة من رالي تونس اللي باش تدور يظهر لي من نهار